الحاله بس اللي هي عايزين، هل الكوره بتاعت زيزو الاولانيه وهل فيها الاول، هل هي فيها ركله جزاء، هل فيها يعني فاول يبقى طرد طبعا، ولا هل فيها بقى ايه تسلل من الاول. هنا بقى هنا لحظه اللعب طبعا، هنا ما تمش ان يعملوا تشيك فار رسم الخط على الخط. ليه؟ لان ما جاش منها هدف، ما جاش منها لعب الطرد او الكلام ده كله. فطبعا اللعبه مشيت، فطبعا خلاص الامر انتهى والمساعد. لكن لو كانت جت هدف، نيجي هنا هل في خطا ضد زيزو؟ بص مين لعب الكوره؟ رامي ربيع. زيزو شاط قدم رامي ربيع صحيح، وهتشيل ايه دلوقتي هو بيسقط. هو طيب. هتلاقي رامي ربيع بيزق الكوره، بص اهو هو اللي بيشوط طيب. القدم. انا دايما هنا هحاول يا كابتن اخد وجهه النظر المغايره لرايك لتوضيح نمشي الامور. نمشي اهي تمام. بص اهو، بص بيزق الكره، بص اهو بيخبط اهو قدمه في قدم. طيب الشمال. هل الايد هنا الرامي ما تدخلتش؟ لا دي الالتحامات الطبيعيه. تمام. بتبص ايد زيزو برضه اهي. ايوه وايد زيزو. اذا دي الالتحامات الطبيعيه من اجل التنافس على لعب الكره. جميل. بس الاثنين عندهم فرصه في لعب الكره، اذا استمرار اللعب قرار صحيح والفار اكد له. مظبوط. تمام. طيب. نشوف الحاله اللي بعديها، الفاول والانذار بتاع كريم ندفد. هنا طبعا واضح خلاص الحاله كده تعب. هنا اداله انذار لان في تهور في الالتحام مش اعتراض. دخل بص، لكن القوه المستخدمه مش قوه مفرطه، فبالتالي انذار بس. لان جاي من الثبات من الحركه، حط رجله بالشكل ده. كان يلعب الكره، الثاني لعب الكره، فطبعا هنا الانذار في اللحظه دي يا كابتن، والحكم ياخد اجراء اداري واللاعب بيعترض ما بيبقاش. لا مش يعني لو تمادى في المعترض ممكن يكون في حاجه ثانيه. نيجي هنا طبعا، هنا الكره ما جت، هتبص تلاقي جت في الايد فين؟ بص جايه فين؟ في الجزء اللي فوق، وهنا وايد جوه الجسم، وبالتالي وخارج منطقه الجزاء. وخارج منطقه الجزاء صح. يعني برضو الفار ملوش تدخل، واستمرار اللعب قرار صحيح. نيجي الهدف، هدف صحيح، التسلل مش موجود. والمساعد كمان، انا عجبني هنا المساعد ما عمل يعني متاكد من قراره. الفار شيك لا لكن هنا بعد الكره ما دخلت المساعد بيدي هدف علشان هو واقف صح، بالظبط كده يعني مزبط. التمركز انا عايز اقول، لكن صحيح. طبعا الهدف صحيح لحظه لعب الكره زي ما احنا شايفين كده، لم يجد هناك تسلل، وبالتالي الهدف صحيح والقرار قرار صحيح. تحيه هنا لهاني عبد الفتاح المساعد. طبعا المساعد شيء جميل جدا يعني. صحيح. شوف الحاله اللي بعد كده، هنا بقى الانذار لمحمد عبد المنعم، هو فاول ليه. لكن طبعا خلي بالك ان يعني سيف الجزيري مخبوط في الصدر او يعني تحت فوق الصدر شويه. مسك وشه، بص الايد فين؟ بص هو هيمسك ايه؟ يمسك وشه وعينه. يعني ادى شكل زي ما بيقولوا. هنا هل في ركله جزاء؟ زي ما حصلت مع زيزو في الحاله الاولانيه، هي تعتبر نسخه. لنا هنا وقفه يا كابتن. بص بقى، لان الحاله دي مثيره للجدل بشكل كبير. مين اللي بيلعب الكوره؟ ما الفار ناداله، مين اللي بيلعب الكوره؟ رامي. ادي قدمه على الكوره اهو، ورجل الجزيري بعيده جدا. اللي بيلعب الكوره رامي. تمام. بالظبط زي بتاع زيزو، زق الكوره و طيب بعد ما زق الكوره هنا يا كابتن الجزيري بقى، الجزيري مش عطل رجل. لا عطل، هو زق الكوره الجزيري وكان عايز يروح يلعب الكوره. تمام. هو متنافسين. بص هو اهو، شوف هو عايز يلعب الكوره. نرجع لها يا جماعه بعد اذنكم، نرجع لها عشان بس اللعبه دي. اللقطه الاخيره ايوه اهو، بص اهو هو الثاني ايه رايح يلعب الكوره، هو وصل لها قبله. رامي وصل للكره قبل مين؟ الجزيري. فلعب الكره ورجله بتقرب، هو ثبت رجله. بعد كده الجزيري راح فين؟ خبط في حسن تلاته، خبط هو في رجل رامي ربيع، خبط بالظبط في رجل رامي ربيع. فبالتالي هنا الخطا. وخلي بالك الفار ناداله، وابراهيم لو مش مقتنع كان هيحسب ركله الجزاء. اذا قرار الالغاء قرار صحيح، قرار صحيح. هي مش ضربه جزاء. طبعا بقول لك لعبه سهله. تمام. مش محتاجه حاجه. نيجي طيب برضو كان في هنا مطالبه بسيميوليشن، هل ما يبقاش برضو فيها سيميوليشن؟ لان كان في احتكاك، يعني ما في احتكاك على سيف اللعبه الجزيري. دي هنا طيب. بس مهمه جدا الهدف ده، لان حصل فيه يعني حاجات كتيره. الهدف ده عليه كلام كتير. نشوف الاول اللعبه، هل نمشي بس نشوف. نرجع هنا البدايه من طيب. الباك وورد ده الباك وورد. خلينا بس قبل الباك وورد، هو مفيش مخالفه هنا. اللاعب النهارده لاعب اللي هو مع 17 بتاع النادي الاهلي ده، هل في تسلل؟ لا. اذا النهارده هو هيروح بعد كده يلتحم يلعب الكوره، اذا لا. لكن لو كان متسللا هذا اللاعب لحظه لعب الكوره من قدم زميله، كان هيحصل
ان الفار يشيك يقول له الغي لان في تسلل بلاستيك. لا يوجد تسلل، لكن دي يا كابتن ما انا جاي لسه جاي تمام. خلينا التسلل الناس عايزه تعرف. التسلل مش موجود. اتفضل يا كابتن نمشي، خلينا بس عشان نمشي حاجه حاجه. التسلل مش موجود نمشي خلاص، يبقى هنا ايه مفيش حاجه. نيجي بقى في اللي جايه بقى، هل لما لعب الناس، عشان في مفهوم خاطئ على اللعب الخطر. بص قدم مين اللي بيلعب الكوره دلوقتي؟ سيف الجزيري. طب المساج نرجع حمزه، نرجع بعد اذنك نرجع نفس اللقطه دي بس اهو. لا ارجع اهو بيلعب، ارجع كمان هو كده، هو بيركن الكوره لما الكوره تبقى قدام رجله بالظبط. هو وصل لها يا كابتن وبالفعل لعبها. بص بقى، لا ارجع بس هو بيلعبها اهو، خلي بالك ده معاها بقصبه رجله مش بالقدم. بص نرجع ونقف بس اهو، شوف المسافه. هل النهارده عمر كمال عبد الواحد، نقف عند اللقطه دي بعد اذنك، هل لاعب النادي الاهلي عمر كمال عبد الواحد بيلعب الكره بدماغه قبله والرجل بعد كده راحت؟ لا، الرجل هي اللي سبقت للكوره. اذا النهارده الخطوره امتى اقول خطوره؟ لو النهارده عمر كمال عبد الواحد بيحاطط راسه في الكوره بيلعبها بدماغه كده والقدم جايه عليه. اذا النهارده مين اللي وصل لعب الكره الاول؟ سيف الجزيري. حلو، زي ما قلنا في ركله الجزاء مين اللي لعب الكره الاول؟ نفس الكلام. يعني النهارده كلمه السر اللي بيسبق للكوره في كل الحالات. لعب الكوره وما اتكلمش مخالفه، هو لعب الكوره كده ما راحش برجله بعد كده بيضرب في 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 عمر كمال عبد الواحد. وبالتالي الكوره ما كانتش تسلل، ما كانتش خطا، اذا هو هدف صحيح. اذا الفار شايك على الحاجات دي كلها. جميل. يعني مش هيدي هدف اذا شايك على الحاجات دي كلها. بقول لك العاب واضحه وسهله ما فيهاش جدليه، ما فيش حاجه مش باينه. والشيء المهم التصوير النهارده مريح جدا، سواء لينا كمشاهدين كمحللين حكم الفيديو الحاجات دي كلها. العلامه الكامله او الدرجه الكامله النهارده تديها لطاقم التحكيم. انا عايز اقول ان المباراه احداثها ما فيهاش احداث صعبه ولا فيهاش حاجه، يعني انا شايف ان الاسئله سهله والاجابات موجوده. يعني مش بقلل من ادائهم، لكن ده الموضوع سهل ما فيش فيه مشكله.